المرأة هو يوم نحط يعني بالكالندر أو بالكالندر عشان يحكي عن بعض من النساء اللي كانوا بيعانوا وكيف ياخدوا حقوقهم من قبل، كيف اضطهدوا وكيف كانت المرأة تنقتل زمان مجرد أنها تطلب بحقها. بالنسبة للوضع هلأ مش كتير تغير في بعض المجتمعات، يعني المرأة في بعض المجتمعات المرأة ما أخذت جزء بسيط من حقوقها، في مجتمعات تانية المرأة يعني بقدر أحكي أنها معدومة الحقوق. يوم المرأة بعرف أنه في زي منظمة أمريكية سوت يوم للمرأة أنه عشان تعلم من قيمتها أو أنه تعطيها حقها بالمجتمع، هذا اللي بعرف عنها. بس يوم المرأة العالمي اللي هو 8/3 من كل سنة، إيش بعرف عن هذا اليوم؟ بعرف إنه يوم ولا بيقدم ولا بيأخر، إنه يعطي للمرأة حقوقها، إنه هو بس يوم المفروض هذا اليوم يكون يوم للتوعي عن المرأة وحقوقها ومساواتها بين مع الرجل. يوم المرأة هو يوم تأسس للتذكير بأنه المرأة لها حقوقها كحقوق متساوية مع الرجل، وأنه هي كمان تناضل من أجلهم. صحيح، وهي برضه بتيجي في ذكرى الإضراب اللي عملوه عاملات في مصنع ملابس في نيويورك، على أساس ما كانوا يعملوا تحت ظروف عمل قاسية، فتذكير بهذا الاحتفال بيوم المرأة إجا برضه للتذكير بالإضراب اللي سووه. الحقوق المرأة في فلسطين بنقدر نحكي انه ماخذ حقوقها تقريبا 40%، ومش كلها تقريبا بنحكي ماخذيتها. بالنسبه لحقوق المرأة بالمجتمعنا انه ممكن بتاخذ حقوقها، برضه خاصه انه في الدين الاسلامي ممكن اعطى المرأة حقها، صح؟ يعني لو بدنا نحكي عن مستوى فلسطين، يعني انه الدين اعطى المرأة حقها بشكل منيح، يعني ما سوى مساواة بين الرجل والمرأة. بعتقد انه في مجتمعنا الفلسطيني بتنعطى المرأة حقوقها بس مش بشكل كامل، يعني زي نص نص، مش بكل المناطق، يعني في المدن بتختلف عن القرى. طبعا اذا بنيجي نبحث في الموضوع اكثر من ناحية دور المرأة في المجتمع، بنلاقي انه هي المرأة هي الاساس اللي بتحرك المجتمع. اليوم كمان بنشوف انه الاجور مثلا متدنية للمرأة باختلاف عن الرجل، فانا مش شايفة انه المرأة حاصلة على المساواة أو نفسها مع الرجل، وهيك لسه لازم تناضل لحتى توصل لمرحلة إنه هيك حاصلة على كامل حقوقها. صحيح، أي نعم، في كتير نساء ناجحات وقويات، هم فخر إلنا كمجتمع فلسطيني إذا بنحكي عن المجتمع الفلسطيني، بس لسه في أماكن في المجتمع مش النساء مش حاصلين فيها على حقوقهم. بالنسبة للعدل والمساواة، في ناس تحكي انه عندنا عدل، احنا طبعا اكيد ما عندنا مساواة كاملة، هون ما في مساواة كاملة، بس حتى العدل انا ما بشوف انه في عدل. في كتير بنات بتنغصب انها تتزوج، في كتير بنات بتنحرم انها تكمل تعليمها، في كتير بنات ونساء بيعانوا بهذا المجتمع. يوجد عدل كامل تقريبا، اما مساواة ما اعتقد. وبالنسبة للعدل والمساواة بين المرأة، انا بعتقد انه العدل بيختلف عن المساواة اشي كبير، وبواقع مجتمعنا الفلسطيني بتختلف المفاهيم للعدل للمساواة بطريقة فهمهم بطريقة خاطئة. بصراحة لا، مش فيش إن عدل المساواة بشكل تام، يعني بنقدر نحكي إنه أحسن من قبل، أحسن من زمان كيف كان الوضع، عم بتحسن، يعني المرأة عمالها بتدخل في مجالات أكثر من أول. مقولة عن المرأة بقتبس مقولة الرسول عليه الصلاة والسلام: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. شكرا. مقولة للمرأة، المرأة كل المجتمع. مقولة ممكن أحكيها للمرأة، ممكن أحكي لها إنه كوني قوية، تحملي، ناضلي مشان حقوقك، وما تسكتي لأي حدا ممكن يأذيكي نفسيا أو جسديا. صحيح. فبحب احكي لجميع النساء انه ناضلوا وما تخلوا حدا يوقف بوجه حلمكم، ووصلوا له بكل قوه وجراه. ثقوا بنفسكم وانتم راح توصلوا، وكونوا التغيير اللي بتحبوا تشوفوه بالمجتمع، ما تستنوا حدا او تستنوا ظروف انها تحصل. الان هو الوقت المناسب لانك تحققي كل احلامك. بالضبط. شكرا. خلصنا. يا رب.